اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم يوميات بيتي مع نجا. النهارده باذن الله هنعمل الحمام بكل تكاته وكل اسراره بطريقه بسيطه جدا جدا جدا، طريقه نجا. النهارده باذن الله اهو جبت الحمام ونضفته من جوه جدا، لازم يا حبايبي تنضفوه من جوه كده كويس جدا. وانا بخلي دي ملهاش لازمه يعني، بس بخليها بتتكتف كده بقى بتبقى حلوه. وجبناه وغسلناه من بره ومن جوه وتمام التمام، ومن الزور اي ماده لزجه اي حاجه اي زور هنا بيتشال، ومن هنا برضو نفس النظام، ومن ورا بنشيل الحته اللي هنا دي عشان دي بتدي زفاره فبلاها منها ملهاش اي لازمه اصلا. وبقى معانا زي الفل اهو. بصوا حبايبي، هتغسليه زي الفراخ بالظبط بملح وخل وليمون ودقيق، وتنقعيه بقى زي ما هو عايز كده على ما تحضري ايه الحاجه بتاعته. هتاخدي الكبد والقوانص بتاعته برضه هتغسليها كويس جدا جدا، وهتقطعيها كده نص، يعني انا مش مقطعاها صغيره تمام. ومعايا هنا ثلاث بصلات ضربتهم في الكبه، لو ما عندكيش كبه خرطيهم بايدك كده مفيش مشكله، انا قبل ما اجيب الكبه كنت بخرط بايدي يعني مفيش مشكله ما توقفيش. ومعايا هنا حوالي مجين، المج بتاع الشاي ده مجين رز، لو فاض معايا رز عادي هنحطه للتقديم، اولادنا هياكلوه وهيبقى زي الفل معانا. يلا نبدا الفيديو بتاعنا على طول. على النار يا حبايبي حطيت معلقتين زيت وحته زبده، مفيش زبده حطي سمنه مفيش مشكله. وهنزل بالكبد والقوانص بتاعتي، هتديها لون بس لغايه ما الكبد والقوانص ياخدوا لون. الكبد والقوانص دول بتوع الحمام بس عشان ايه ما حدش يلتبس على الامر يعني. اهو يا حبايبي هنحط ورقتين روره او ورق غار المتواجد او زي ما بتسموه، هنحط شويه فلفل اسمر كتير كده بس عشان الحمام بيحب الفلفل الاسمر. هنحط السبع بهارات نص معلقه برضو، هنحط واحدة ماجي كده، الشغل معانا ماشي مية مية. هنقلب الكلام ده كله وبدأ ياخد لون، هنزل بالبصل بتاعي على طول. اهو يا حبايب قلبي يا عمرات، نزلت بالبصل اهو يا حبايبي، لازم نديله لون كده بسيط مش تحمير يعني، اللي هو بس يدبل البصل. وهننزل بالرز على طول، وانا دلوقتي كده بسخن ميه في الكتل، عشان طبعا عارفين الرز لازم يتشرب بميه سخنه. اهو يا حبايبي بدا يدبل معايا، هنزل بالرز اهو يا حبايبي، نقلب الرز مع الحاجه يعني كده، نجيب من فوق تحت ونحط ملح ونراعي ان في هنا ماجي فما نزودش الملح. وهجيب بقى الميه السخنه بتاعتي، شوحي كويس جدا عشان يبقى معانا مفلفل. هنزل بالميه لغايه ما اغطيه، مش هزود الميه عشان انا عايزاه مش مستوي قوي عشان يكمل سواف سلق الحمام. اهو هسيبه بقى ياخد الغلوه بتاعته ويبدا يتشرب، هغطيه نص تغطيه كده مش هغطيه جامد عشان انا مش عايزاه مستوي 100%. اول ما يشرب الميه بتاعته هوطش عليه وغطش عليه الغطا، وبعد كده هطلع الرزايه دوبك بتتكي كده ما تكونش مستويه على الاخر. عشان اهو يا حبايبي الرز بتاعي استوى نص سوا، اهو مش مستوي قوي تمام. طلعته بقى كده في طبق، هويته خالص عشان لازم يا حبايب قلبي يكون بارد، ما ينفعش تحشي بيه وهو سخن تمام. اهو يا حبايبي انا هحشي الحمام معاكم اهو، واثناء ما انا هحشي الحمام بقى حطيت على النار حله، وهنحط فيها بصلايه، هنحط فيها قطايه، عندك جزر ماشي، هتحط ورق روره، وهتحط حبهان، وهتحط السبع بهارات، تحط فلفل اسود عشان الشوربه بتاعه الحمام تبقى معانا جاهزه. على ما تحشي الحمام هيكون معاكي الشوربه بتغلي، ننزل فيها الحمام على طول. انا دلوقتي اهو بحشي الحمام بالطريقه دي اهو، وتدخلي بايدك كده لجوه خالص عشان تتاكدي ان الحمامه
مليانه من جوه ومن بره كل حاجه، وتحشي الجناب كده والوراك دي برضو الفاجة المفرغه دي. بص احنا مفرغينها اهو عشان هنحشي لسه الزور اهو كده، تحشيها كده من وتملي كده من هنا وهنا، ونراعي برضو ان احنا نسيب فراغات عشان الرز لما يكمل سواه يبقى كده ايه تمام التمام معانا. احنا حشينا كده تحت، هنفتح الزور، هتدخلي صبعك كده هتفرغي كده بالراحه بالراحه عشان جلد الحمام بيبقى ايه مش مستحمل، وهتفتحي كده الزور وهتبداي تقولي بسم الله، وهتبداي تحشي كده اهو. معاكي بقى طبعا الرز وفي القوانص والكبده وكله، بتاخدي من كله كده وبتحط. ولو الرز بقى معاكي شويه هو نص سوا كده بقى حبه يعني، وعايزه تسويه يعني تسويهم تكملي سوا، ما تحطش عليهم شويه ميه سخنه، وهتزوجي على النار، ما تحطش على النار، على نار هاديه كده هتلاقيه استوى معاكي بقى زي الفل اهو يا حبايبي. انا بدخل الرز وانزله لتحت كده عشان ابقى ضامنه ان الحمامه كلها محشيه، وقلنا مش هنملى الحمامه جامد عشان واحنا بتاخد بقيه سواها يعني. يلا هروح اكمل حشو الحمام، وعلى ما الميه بتاعتي اللي على النار تغلى وتحطش فيها برضو مرقه ماجي، وعلى ما تغلي هرجع اقول لكم هنربطه ازاي ونكتف الحمام ازاي عشان نسلق اهو يا حبايبي. انا كده حشيتهم وتمام التمام، هبدأ بقى اجيب بكرة خيط اللي هو الخيط العادي خالص، هتتني فردة على فردة كده وهتقص، مش عايزين حتة كبيرة يعني، ده هي حتة صغيرة للزور اهو. انا هعمل معاكو واحدة عشان يبقى كل حاجة معاكو كده تمام التمام اهو. انا ما حشيتهاش قوي من جوه اهي، هتمسكي كده الزور اهو، سيبي حتة يعني كده عشان هو كده كده الرز هيكمل سواه وهيبقى معانا ان شاء الله زي الفل. هتمسكي كده وتلفي الخيط اهو، واضح معايا يا حبايبي اهو، هتربطيها ربطة واحدة بس يعني، هي مش هتفك يعني، بس احنا عشان احتياطا عشان لما الرز يستوي وكده ما يطلعش بره الزور. تمام اهو، هنيجي من هنا بقى، بصوا الرجل اهي بنلينها كده بس كده بالراحة اهو، وبنيجي بقى من هنا الحتة دي ونبدأ نكتف. هتدخلي الرجل دي كده بس في الفتحة دي، وهتجيبي الرجل التانية هتكتفيها على الرجل دي كده، هتبقى معانا زي الفل. أي زيادات رز هنحاول ننزلها هنا معايا بتاع دي، نزلي عليها أو نزلي على طبق أهو. هتجيبي بقى الجناح بتاعها ده كده هتتنيه لورا، اهو يا حبايبي هتبقى بالشكل ده. نزلي الرز بقى كده ولسه هيستوي وهياخد سوا، هروح هعملهم كلهم بنفس الطريقة وهرجع لحضراتكم نحطهم بقى في الشوربة مع بعض. اهو يا حبايبي انا ربطتهم كلهم اهم، ويلا بينا بقى نروح نسلق اهو يا حبايبي. الحاجات اللي انا قلت لكم عليها وحطيت حبهان وورق رورة وكل حاجه والفلفل وقوطه وبصل، هنزل بالحمام على ظهره كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا مش هقول لكم الحمام بياخد سوا كذا لان لكل حمام بيبقى ليه سواه. انا بقى هغطش عليه لمده مثلا نص ساعه وهرجع نشوفه تاني استوى. انا فتحت على الحمام اهو وحطيت معلقه ملح كده وملحته وسبته انا كده لمده نص ساعه. هعرف ازاي بقى ان هو استوى؟ هطلع واحده كده اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، بص زي الفل ولا اتفتح مننا ولا اي حاجه. هتجيبي شوكه هتدوسي كده اهو كده استوى، هشم الجناح بقى عشان نشوف اللحمه نفسها اهو، واضح معايا اهو في الورك، هو ناشف شويه كده زي الفل كده بقى. هطلعه كله وهبدا بقى نحمره سوا.
اهو يا حبايبي حطيت على النار شويه زيت ومعلقه سمنه، الزيت بيدي لون حلو قوي والسمنه بتدي طعم ممتاز. هسيبه يسخن شويه وهرجع اقول لكم هنحمره ازاي. بدا اهو يا حبايبي الزيت والسمنه تسيح، لازما تحطي رشه ملح حلوه كده محترمه عشان الحمام ما يترقعش، يعني ما يفرقعش. هنقول بسم الله كده وهننزل اول واحده كده. هياخد بقى التحمير بتاعه وهتقلبيه شمال ويمين وهيبقى معاكي زي حبايبي. الحمام بتاعنا بعد ما حمرناه وخلصناه وبقى زي الفل معانا جاهز للاكل على طول. في برضو لو حابه تحطيه في الفرن ادهنيه كاتشب او صلصه او اي حاجه وحطيه على طول في الفرن، بس انا بحبه كده بيبقى طعمه حلو وجميل جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا ودوسي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.